تقول السائلة: لقد أتيت إلى العمرة وطفت بالبيت كاشفة الوجه جهلا مني، وسعيت بالصفا متنقبا نسيانا مني، ماذا علي؟ أفيدونا بارك الله فيكم. نرجو الله أن يعفو عنا وعنك ما دام أنك فعلت هذا جهلا من غير تعمد، فنرجو الله أن يعفو عنك في كشف الوجه في الطواف. وأما لبس النقاب هذا حرام على المحرمة، هذا محظور من محظورات الإحرام، لكن إذا فعلته المرأة جاهلة أو ناسية لا شيء عليها، لكن في المستقبل تتجنبه. نعم.